السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله نسمع معكم اقتلاع لشبهة لا تزوج الحسن فانه مطلق. هذه الشبهة رد عليها الشيخ احمد الامامي يوم امس ببرنامج الحاج وعد اللامي بتفصيل تام وكامل. للتنويه انه حلقة يوم امس ما تخص هذا الموضوع، للتنويه انه هذا الموضوع اللي اطلق الوهابية ودائما يكرره كالببغاءات، هذا موضوع لا يمت بصلة لموضوع حلقة يوم أمس مع الحاج وعد اللامي، لكن هؤلاء الأشخاص الوهابية السلفية البكرية بصورة عامة لا يحترمون أبسط الأمور وهو موضوع الحلقة، كيف يحترمون الأدلة التاريخية؟ لكن هذا مو موضوعنا، بما أنه الشبهة طرحت فالشيعي على أتم استعداد للإجابة الشافية والوافية. حياكم الله بفيديو جديد. مثل ما قلت ببداية الفيديو، اقتلاع لهذه الشبهة التي دائما يدندن بها الوهابية. ان شاء الله نسمع معكم الشبهة من هذا الشخص، وبعدها ان شاء الله نرجع للتفصيل التام والكامل من الشيخ احمد الامامي. فخليكم ويا الفيديو. عليكم السلام ورحمة الله. محمد من فرنسا. حياك الله استاذ محمد، تفضل. نعم، أتدخل معكم اليوم لأنه كان سابقا ذكرت حديثا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوق المنبر، منبر الكوفة، حيث قال لا تزوج الحسن، وكان الإخوة المحيطين بك قالوا الرواية ضعيفة، أليس كذلك؟ نعم، سيد ميثم ذكر ضعف الرواية. ثم ماذا؟ نعم، أنا الآن عندي تداخل في هذه المسألة. هذا مو موضوعنا، لا هذا مو موضوعنا، موضوعنا احنا الأئمة الهدات من هم؟ ماكو اشكال، انا راح اجاوب. اذا عندك شجاعة خليني اذكر ما قاله. بس لحظة ابو باقر، ابو باقر ارجوك لحظة، انا دا اقدم لحظة، خلي افتهم المقابل لحظة. يا اخي الكريم اسمعني، اخ محمد، انت الان تقول اذا عندكم الشجاعة، اولا عندنا الشجاعة، بس انا ودي افهم. جميل، بس اسمع لي يا اخي، خلي اكمل واعطيك مجال. انا الان ادير البرنامج وانت صير مكاني على الكرسي. موضوعنا الائمة الهدات والقادة الدعاة. يجي انسان يحرف الموضوع الى موضوع الزواج، انا باي حق اخرج من موضوعي الى موضوع اخر؟ هذا ظلم للموضوع. هذا واحد، لا تقاطع حتى أكمل، هذا ظلم للموضوع. ومع هذا إحنا قلوبنا واسعة، والأخ أبو باقر قال أنا أرد عليه وإلى إلى 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 آخره. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا لازم نوضح في شيء مهم إخواني. هذه الشبهة، هذه الروايات الموجودة في كتبنا، العلامة المجلسي يناقش السند لا يناقش المتن، واحد. اثنين، لو أن هذه أسانيدها كثيرة، نفرض، تعرفون أنتم هذه الشبهة من أين أتت؟ أولا هذه الشبهة أول من ذكرها صاحب كتاب قوت القلوب أبو طالب المكي، حيث افترى على الإمام الحسن سلام الله عليه وقال أنه تزوج 300 امرأة. زين، اجا واحد سوى تحديث باللغة الدارجة، سواها 150، ما اتذكر اي كاتب، بعدين وصلوا الى 100 ايضا تحديث. سيد ميثم تسمع الصوت؟ سيد ميثم تسمع الصوت؟ بعدين يجي الذهبي يقول ترى هن 70. زين، 70، هنا عندنا اسئلة، مجموعة اسئلة ومجموعة اشكالات على هؤلاء، قالوا 70. طبعا هو الذي ثبت هن 7 أو 8 فقط، لكن اسمعوا، والنساء التي ذكروها في الكتب عند السنة أن الحسن تزوجها هن 14. خلوا بالكم وياي، كم امرأة؟ 14. طيب المكتوبين هم كم؟ هم سبعة. طيب عند القول 14. سؤال يطرح لي هنا في هذه الحلقة، أين أولاد هذه النساء 70، 14، أو 70، أو 100، أو 150، أو 300؟ نريد هذا أول سؤال. اثنين، علماءنا يقولون هن 7، حتى علماء السنة عندما يطرحون بقية الأسماء ما يعرفون هن من،
وذكر وذكر أن فلان كلابية وذكر أن فلان مدري مين ومنهن من القمر، مجرد أتى النساء من القمر. زين المسألة الحاسمة، المسألة الحاسمة عندكم كم يعني الإمام الحسن طلق؟ أنت عندما أثاب يلا الحسن مطلق، الرواية عندنا. طيب الذي هو عندنا في كتبنا النص على الإشكال أنه مطلق، لو مطلق وذواق، النص المشكال في أنه مطلق ذواق. فإذا لم تجد كلام من الإمام أمير المؤمنين بأنه مطلق ذواق، كل شيء ما يعني هذا الكلام، مجرد أمر إرشادي من الإمام ده يقولهم كافي، بعد فك الحسن، كل واحد جايب يومية جايبين بتكم وشامريها على الحسن. مسألة ثانية، مسألة ثالثة، وعليكم السلام. طلق الإمام الحسن، طلق 5، طلق 6، طلق 10، ما في مشكلة. عندكم عمر بن الخطاب طلق 11، أو حسب ما أتذكر متزوج 11. النبي عندكم طلق 11 امرأة ومات على 9، يعني متزوج 20. زين جميل جدا، طلق كم؟ 11 امرأة. فالذي تريدون أن تثبتوه على الإمام الحسن، وكأنما تريدون أن تطعنوا بالإمام الحسن، تفضلوا اطعنوه بمن؟ برسول الله، لأنه طلق 11 امرأة بقى على 9، وتفضلوا اعطونا اسماء من تزوجهن الامام الحسن، وتفضلوا اربطوا بين كلام الامام على فرض صحته وعلى صحته وقبوله، وبين ان الامام الحسن ذواق، ما عندنا روايه ان الامام الحسن ذواق، وتفضلوا ائتوا لنا بابناء هؤلاء النساء، واتوا لنا باسمائهن وانسابهن او عشيره او على الاقل اسمائهن الحقيقيه. هذا الكلام الاول في هذا الباب. أما رواية عفير، يا العجيب الذي أنتم تتكلمون فيه، كل الذين يسمعوني والله العظيم حصرا بنفس النص، نفس النص كلمة كلمة أوردها علماء السنة في كتاب الأفكار للآندي وفي غيره من الكتب، نفس النص حصرا، بل لا مو في أفكار الأفكار للآندي، بل هناك كتاب كامل، اسمعوا صوتي والكتاب عندي، أنا كنت أنظر له عندما كان هذا يتكلم. تحبون الآن أقوم أجيب لكم الكتاب، اسمه النطق المفهوم، الكتاب سجلوا النطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم، كل الحيوانات عند السنة ناطقة. جيبه